السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف الثاني الإعدادي، أهلا بكم في الدرس الأول اللي هو Classification of Elements in Modern Periodic Table. إحنا قسمنا الجزء الليسون ده لـ 3 Parts. البارت الأولاني وده كان عبارة عن Revision، رجعنا على الحاجات المهمة اللي إحنا خدناها في Prep 1 اللي هي كانت عبارة عن الأتومز والنيوكليس والحاجات دي. هسيب لكم اللينك بتاعها هتلاقوه تحت في الديسكربشن وهيظهر لكم فوق على اليمين أو الشمال الشاشة. بعد كده دخلنا على الليسون 1 اللي هو الكلاسيفيكيشن اوف elements. قسمنا خدنا الجزء الاولاني، هسيب لكم اللينك بتاعه برضه في الديسكريبشن وهيظهر لكم فوق على يمين او شمال الشاشة. وخدنا في الجزء الاولاني اللي هو كلاسيفيكيشن اوف elements، عرفنا ان the first rule of element classification كان مندليف modern periodic table، وعرفنا ان مندليف classified elements according to their atomic weight، وعرفنا الـ advantages والـ disadvantages of Mendeleevs. تقدر تعيد عليهم تاني من الفيديو اللي فات، تمام. بعد كده رحنا لساينتست اسمه راذرفورد. راذرفورد ده اللي هو discovered that the nucleus of atom contains positive charge particles، اكتشف ان النيوكليس فيها بروتونز. بعديه جه ساينتست اسمه موزلي ده هو اللي سمى البروتونز دول، سماهم اتوميك نمبر. وموزلي ده كان بيدرس البروبرتيز اوف اكس رايز، خواص اشعه اكس. اكتشف ان البروبرتيز ده بتعتمد على الاتوميك نمبر نوت اتوميك ويت از مندليف بليف. يبقى موزلي اكتشف ان خواص الاليمنتس بتعتمد على الاتوميك نمبر مش زي الاتوم مش الاتوميك ويت زي ما كان بيعتقد مين مندليف. ومن هنا عمل الموزلي بريودك تيبل اللي هو رتب الاليمنتس على حسب الاتوميك نمبر نوت اتوميك ويت، وعرفناه في الليسون اللي فات. جه بعدها ساينتست اسمه بوهر. بوهر ده اكتشف ان اكتشف المين انرجي ليفلز. المين انرجي ليفلز اللي هم كي ال ام ان او بي كيو، اللي هم 7 ليفلز ان هيفست اتوم. بعديها اكتشفوا الساينتست ان كل ليفل من ده جواه سب ليفلز اللي هم سموهم اس بي دي اف، وبناء عليه عملوا حاجه جديده سموها المودرن بريدك تيبل. مودرن بريدك تيبل. طب المودرن بريودك تيبل فيه كام elements؟ احنا عرفنا ان في مندليفز تايم كان number of elements 67. طب في المودرن بريودك تيبل how many elements in modern periodic table؟ في المودرن بريودك تيبل number of elements 118 elements دول اللي هم number of known elements till now، عدد ال elements اللي موجودين حتى الآن 118. ال 118 دول scientists قسموهم 92 elements، دول اللي هم موجودين في natural. ال natural دول اللي هم God made اللي هو ربنا اللي عاملهم، دول 92. انما الباقي the rest دول بقى اللي هم scientists prepared artificially، اللي هم scientists حضروهم في المعامل، اللي هم 26 elements. يبقى لما يجي يقول لي number of known elements till now او number of elements in modern periodic table يبقى دول 118. طب number of elements in natural دول اللي هم هيبقى 92 elements. طيب ال 118 elements الساينتست قسموهم في المودرن بريدك تيبل على حسب حاجتين. الحاجه الاولى اللي هي اتوميك نمبرز، واتوميك نمبرز ده زي ما عمل مين موزلي. يبقى number 1 الاتوميك نمبر از موزلي. النمبر 2 اللي هو the way of filling sub levels with electrons، the way of filling sub levels with electron. يبقى طريقه ترتيب او توزيع الالكترونز في الانرجي sub levels اللي هم اس بي دي اف. يبقى هنا توزيع الالكترون في الموضوع ده هيختلف. احنا كنا بنوزع على حسب اللي هم المين ليفلز اللي هم كي ال ام ان او بي كيو. دلوقتي هيبقى التوزيع هيبقى عن طريق الانرجي سب ليفلز اللي هم اس بي دي اف. ويبقى كده لما يجي يقول لي مندليف رتب الاليمنتس على حسب ايه، هقول له على حسب الاتوميك ويت. طب موزلي رتب الاليمنتس على حسب مين؟ على حسب الاتوميك نمبر. طب مودرن بريدك تيبل، المودرن بريدك تيبل الاليمنتس رتبت فيه على حسب حاجتين اللي هو الاتوميك نمبر وذا واي اوف فيلينج اوف ذا واي اوف فيلينج اوف انرجي سب ليفلز وذ الكترونز. هقولها تاني، يبقى مندليف رتب الاليمنتس على حسب الاتوميك ويت، وموزلي رتب الاليمنتس على حسب الاتوميك نمبر، والمودرن بريدك تيبل على حسب الواي اوف فيلينج اوف سب اوف انرجي سب ليفلز وذ الكترون، اللي هي طريقه توزيع الالكترونز في الانرجي سب ليفلز اللي هم اس بي دي اف، تمام. ده اللي احنا شايفينه عباره قدامنا، ده المودرن بريدك تيبل. والمودرن بريدك تيبل ده اللي هو فيه 118 elements اللي هم الساينتست رتبوهم على حسب الاتوميك نمبر وذا واي اوف فيلينج اوف انرجي سب ليفلز وذ الكترون. لو احنا ملاحظين في المودرن بريدك تيبل هنلاقي عباره عن حاجتين اتنين، اعمده وصفوف.
الأعمدة دي اللي احنا كنا بنسميها في موزلي جروبس. طب والصفوف اللي احنا كنا بنسميها برضو بيريودز. يبقى احنا لو لاحظنا المودرن بيريودك تيبل يجي يقول لي المودرن بيريودك تيبل كونسيست اوف، يجي يقول لي المودرن بيريودك تيبل كونسيست اوف، هقول له كونسيست اوف جروبس اند بيريودز، جروبس اند بيريود. طب تعالى نعد الجروبس ونعد البيريود. لو عدينا الجروبس هنلاقي ان هو بادئ باول جروب اللي هي على الشمال اللي هي 1s، وبعد كده بقى 2s وهكذا. هنقعد نعد فيهم هنلاقيهم 18 جروبس، 18 جروبس. يبقى لما يجي يقول لي نمبر اوف جروبس ان مودرن بيريودك تيبل اقول له 18 جروبس. ولو عدينا الصفوف من فوق لتحت هلاقيهم ان هم 7 بيريودز. يبقى المودرن بيريودك تيبل هاو ماني اليمنتس 18، هاو ماني اليمنتس يبقى 118، هاو ماني جروبس 18 جروبس، هاو ماني بيريودز 7 بيريودز. الجروبس دول ايه؟ اللي هم الفيرتيكال كولومز اللي هم الاعمده. طب والبيريودز اللي هم الهوريزونتال روز اللي هم الصفوف. يبقى احنا عرفنا مكونات المودرن بيريودك تيبل اللي هو جروبس اند بيريودز. يبقى اما نيجي نشوف يبقى each horizontal row اللي هم الصفوف دول اسمهم periods. طب ال elements اللي موجودين in the same period لهم the same properties ولا different properties؟ هنلاقي ان هم different properties، مختلفين في الخواص بتاعتهم. يبقى ال physical and chemical properties of elements in the period طبعا change، بتتغير منين؟ بتتغير from left to right، from left to right. انما ال vertical columns of element دول، ال vertical columns دول اللي هم 18 كولمز اللي هم سميناهم جروبس، والاليمنت اللي موجودين في نفس الكولم لهم نفس البروبرتيز. يبقى الاليمنتس ان ذا سيم بيريود ديفرنت بروبرتيز، الاليمنتس ان ذا سيم جروب ذا سيم بروبرتيز. نركز في الحته دي، اليمنتس ان ذا سيم بيريود ديفرنت ان ذير بروبرتيز، واليمنتس ان ذا سيم جروب ذا سيم هاف ذا سيم بروبرتيز. تمام. يبقى احنا الاتوميك نمبر في المودرن بيريودك تيبل هنلاحظ ان هو increases by 1، الاتوميك نمبر بيزيد 1 by 1. يبقى هنلاقي مثلا الهيدروجين H1، بعديه الهيليوم H2، بعديه مثلا الليثيوم Li3 وهكذا. هنلاقي الاتوميك نمبر increases by 1، increases by 1 معنى كده ايه؟ لو انا عندي الصوديوم Na11 والمغنيسيوم Mg12، طيب الصوديوم 11 بعديه على طول المغنيسيوم 12، ممكن نلاقي elements موجود في النص بين الصوديوم والمغنيسيوم؟ طبعا لا. وعشان كده لما نيجي نقول give reason Na11 and Mg12 don't have an element between them، مفيش element موجود في النص، هتبقى الإجابة بتاعتنا بسيطة جدا، لأن الاتوميك نمبر increases by 1، الاتوميك نمبر increases by 1. يبقى احنا لو لخصنا الكلام ده هنلاقي إن الـ number of elements in modern periodic table 118. المودرن بيريودك تيبل بيتكون من ايه؟ بيتكون من 7 بيريودز و18 جروبس. الاليمنتس اللي موجودين في نفس البيريود مختلفهم في البروبرتيز بتاعتهم، والاليمنتس اللي في الجروب في ذا سيم جروب لهم نفس البروبرتيز بتاعتهم، they have the same properties. وعرفنا ان الاتوميك نمبر increases by 1 from left to right. طيب والاتوميك نمبر increases by 1 معنى كده لو انا عندي صوديوم Na11 والمغنيسيوم Mg12 معناها ان هما don't have an element between them، مفيش element موجود في النص. ليه مفيش element موجود في النص؟ لان الاتوميك نمبر increases by 1. تمام. احنا عايزين نعمل classification للمودرن بريدك تيبل، هنقسم المودرن بريدك تيبل. زي ما احنا شايفين المودرن بريدك تيبل هنلاقيه عباره عن 4 blocks، 4 اجزاء. الجزء الاولاني اللي هو موجود على الشمال، والجزء الثاني موجود على اليمين، وجزء موجود في النص، وجزء موجود تحت. هنقسم الفور بلوكس على حسب اللي هم الانرجي سب ليفلز اللي هم الاس بي دي اف. فهنقول ان المودرن بريودك تيبل ده بيتكون من 4 بلوكس اللي هم الاس بلوك والدي بلوك والاف بلوك والبي بلوك. نبدا باول حاجه، هنقول ان الالمنتس اوف مودرن بريودك تيبل ار كلاسيفايد انتو 4 بلوكس اللي هم اس بي دي اند اف. ده كده اللي احنا شايفينه ده الاس بلوك. الاس بلوك ده اللي هم موجود في الليفت سايد اوف ذا مودرن بريودك تيبل، موجود على الشمال المودرن بريودك تيبل. طب الاس بلوك ده فيه كام اليمنتس؟ فيه كام الاس بلوك ده فيه كام جروبس؟ هنلاقي ان هو بيتكون من 2 جروبس. التو جروبس دول واحد اسمه A، جروب 1A وجروب 2A. يبقى نلاحظ تاني، يبقى الاس بلوك ده الاليمنتس اللي هم موجودين في الليفت سايد اوف ذا مودرن بريودك تيبل دول كونسيست اوف 2 جروبس اللي هم 1A اند 2B. تمام كده، يبقى احنا اتعرفنا على الاس بلوك. يبقى الاس بلوك تاني ده الـ elements they are found on the left side of the modern periodic table ودول they are consist of two groups 1A and 2A. نيجي على الـ P block، هنلاقي إن الـ P block موجود في right side of the modern periodic table. موجود فين؟ في right side، على اليمين modern periodic table. ده فيه كام جروب؟
في 6 جروبس. ال6 جروبس دول اللي هم 3A 4A 5A 6A 7A and 0 جروب. نقول البي تاني، يبقى البي موجود في الرايت سايد في 6 جروبس اللي هم 3A 4A 5A 6A 7A and 0. نروح للنص، النص هنلاقي عندنا اللي هو الدي بلوك. الدي بلوك ده موجود فين؟ موجود في النص، in the middle of the modern periodic table. in the middle of the modern periodic table. طب how many groups؟ ال دي بلوك فيه 8 groups اللي هم 3B 4B 5B 6B 7B 8. ونلاحظ ان ال 8 جروب 8 ده بيتكون من 3 columns. 3 columns بعد كده ال 1A 2 ال 1B 2B 1B and 2B. والالمنتس اللي هم موجودين في الدي بلوك دول اسمهم ترانزيشنال elements. ترانزيشنال elements. والترانزيشنال elements دول اللي هم الدي بلوك بيبدأ ظهورهم from period 4، يبقى start appearing in period 4. يبقى نقولهم تاني، الدي بلوك يبقى الدي بلوك موجودين فين؟ in the middle of the modern periodic table. دول كام جروبس؟ 10 جروبس اللي هم 3B 4B 5B 6B 7B 8. ونلاحظ ان ال 8 ده 3 columns. بعد كده 1B 2B ال elements دول اسمهم transition element. transition elements ودول they start appearing in period 4، بيبدأ ظهورهم from period 4. يعني هم مش موجودين لا period 1 ولا period 2 ولا period 3، بيبدأوا من period 4. نيجي بعد كده ال F block. ال F block هنلاقي ان ال F block موجودين فين؟ موجودين اسفل the modern periodic table. ودول بيحتوي على عناصر ال lanthanide and actinides. تاني بنقول include lanthanide and actinide. يبقى نقول الاف تاني، يبقى الاف ده موجود blue the modern periodic table include lanthanide and actinide. يبقى احنا شفنا قدامنا كده ان المودرن periodic table بيتقسم لفور جروبس، الاس في الليفت، البي في الرايت، الدي في النص، الاف blue. ماشي، نيجي بعد كده الاس. الاس ده اللي هو فيه 2 جروبس 1a 2a، البي 3 جروبس اللي هم 3A 4A 5A 6A 7A and 0. الدي بلوك موجودين in the middle، موجودين in the middle ودول 10 groups اللي هم 3B 4B 5B 6B 7B 8 1B 2B. بعد كده الاف اللي هم include lanthanide and actinide. تمام، هنزود بقى للدي بلوك ان هو بيبدأ from period 4 وان هو الالمنتس اللي موجودين فيه اسمهم transitional element. تمام، يبقى احنا كده قسمنا الاليمنتس الموجودين في مودرن بريدك تيبل، او قسمنا مودرن بريدك تيبل انتو 4 جروبس. ايزي. بعد كده هنخش على حاجه اسمها تو فايند ذا بوزيشن اوف ان اليمنتس ان ذا مودرن بريدك تيبل. عايزين عند اليمنت، الاليمنت ده عايز اعرف مكانه في المودرن بريدك تيبل. عشان اعرف مكانه محتاج حاجتين، محتاج الجروب بتاعه هو جروب نمبر كام، وهو ومحتاج البيريود بتاعه هو بيريود نمبر كام. يبقى محتاج اعرف النمبر ومحتاج اعرف ال period. هعرفهم ازاي؟ تعالوا نبدأ step by step. يبقى to find the position of an element in the modern periodic table follow the steps. يبقى احنا هنتبع الخطوات دي عشان نعرف مكان ال element ده في modern periodic table. هنعرف ازاي؟ هنبدأ نمشي step by step، وبناء على ال step هناخد examples. هنبدأ اول حاجة عشان to find the location of the element او to find the position. اول حاجة بنقول ان هو use the atomic number to find the elements the electronic configuration. تمام، يبقى first step ان احنا هنستخدم ال atomic number وهنعمل ال electronic configuration او بنسميها ال electronic distribution، ان احنا نوزع ال electrons في ال levels بتاعتهم. هنبدأ ب examples. هيبقى الاكزامبل بتاعنا اللي هو Na، لان ده صوديوم الاتوميك نمبر بتاعه 11. هنبدا نوزع الالكترونيك كونفيجريشن، طبعا زي ما احنا متعودين هيبقى الكي ليفل هياخد 2، بعد كده الكي ال ال هياخد 8، بعد كده كي ال ام، الام هيبقى 1. يبقى ده كده احنا عملنا استخدمنا الاتوميك نمبر عشان نعمل الالكترونيك كونفيجريشن. يبقى الصوديوم Na 11 2 8 1. تمام كده ستيب 1 ان احنا استخدمنا الاتوميك نمبر وعملنا منها الالكترونيك كونفيجريشن. نيجي للستيب 2. الستيب 2 بيقول لي ان النمبر اوف انرجي ليفلز فيلد باي الكترونز ايكوال نمبر اوف ذا بيريود. يبقى عدد الليفلز دول ده بيساوي النمبر اوف بيريود. طب لو احنا ملاحظين في الصوديوم، الصوديوم ده في عنده كام ليفلز؟ عنده الكي ال ام، يبقى عنده 3 ليفلز، يبقى ده ايكوال ذا نمبر اوف بيريود. معنى كده ان الصوديوم موجود في بيريود 3. يبقى احنا كده اول حاجه عرفناها من الصوديوم ان الصوديوم موجود بيريود 3. بيريود 3. نيجي للستيب اللي بعد كده. الستيب اللي بعد كده هتبقى ان النمبر اوف الكترونز ان ذا لاست انرجي ليفل ايكوال نمبر اوف
جروب ايكوال نمبر اوف جروب. تمام، يبقى احنا في الحاله دي هنبص على الالكترونز اللي موجودين في اخر ليفل. طب الصوديوم ده موجود عنده كام الكترونز ان ذا لاست ليفل؟ موجود عنده 1، يبقى ده معناه الجروب نمبر. يبقى ده موجود في جروب كام؟ جروب 1. بس هنا في الحاله احنا علينا السنه دي اللي هو جروب 1 A. يبقى احنا لما نيجي نكتب الجروب هنحط جنبيه A زي ما احنا شايفين الصوديوم جروب 1، فهناخد A، انما البي مش هناخده. تمام، يبقى احنا لو شرحنا الاكزامبلز تاني، تو فايند ذا لوكيشن او تو فايند ذا بوزيشن اوف ان اليمنت ان ذا مودرن بيريودك تيبل، اول حاجه بستخدم الاتوميك نمبر ومنه اعمل الكترونيك كونفيجريشن. بعد كده بحسب من الكونفيجريشن ده هاو ماني ليفلز، وعد الليفلز، وعدد الليفلز ده هو عدد الباريوس. بعد كده بعد الالكترونز اللي موجوده في اخر ليفل، وعدد الالكترونز الموجوده في اخر ليفل ده هم دول عدد الجروب نمبر، وبحط لهم ليتر A، الليتر A لان احنا مش علينا ليتر B. تمام، نبدا نطبق باكزامبلز، ناخد اكزامبلز نطبق بيهم. اول حاجه عندنا ده الاو، الاو ده اللي هو الاكسجين، الاتوميك نمبر بتاعه 8. هنبدا نعمل الالكترونيك كونفيجريشن زي ما احنا متعودين، اللي هو الكي 2، بعد كده هتبقى لنا من ال 8 هتبقى لنا 6 الكترونز. تمام، يبقى الاكسجين اللي هو 2 6. هبدا اعد هاو ماني ليفلز عنده 2 ليفلز، يبقى البيريود هنا في الحاله دي هيبقى ايكوال 2. طب هاو ماني الكترونز ان ذا اوتر ليفل؟ الاوتر ليفل موجود عنده 6 الكترونز، يبقى معناها ان ده موجود في جروب 6A. موجود فين؟ في جروب 6A. يبقى انا لو رحت للمودرن بريدك تيبل ورحت للبيريود 2 وجروب 6A هلاقي موجود عندي الاكسجين. ناخد اكزامبل تاني، ارجون، الارجون AR18. طبعا الارجون زي ما احنا عارفين ده من النوبل جازز، او بنسموهم الانرت جازز، او بنسموهم الان اكتف جازز. هنقسمه ل 2، الكلاسيفيكيشن بتاعه بقى 2 8 8، هيبقى 2 8 8 لانه عنده 18 الكترونز، هيبقى 2 8 8. هنبدا نشوف عدد الليفلز، هنلاقي ان هو موجود عنده 3 ليفلز، يبقى 3 ليفلز ده معناه ان هو موجود في بيريود 3. كام بيريود؟ 3. طيب ونشوف الالكترونز ان اوتر ليفل، هو موجود عنده 8 الكترونز ان اوتر ليفل، 8 الكترونز ان اوتر ليفل. تمام، في الحاله دي احنا مش بنقول هنا ان هو موجود في جروب 8A، لا، احنا عارفين ان جروب 18، جروب 18 ده اللي هو موجود فيه النوبل جازز، وده بنسميه جروب 0 او جروب 18. يبقى احنا لو رحنا للمودرن بريدك تيبل تاني هنلاقي ان هو بيبدا ب 1A 2A 3B 4B 5B 6B 7B 8 اللي هو قلنا بيتكون من 3 جروبس، بعد كده 1B 2B، بعد كده بيبدا يعيد الاي تاني 3A 4A 5A 6A 7A، بعد كده جروب 0 او بنسميه جروب 18. يبقى احنا عندنا الارجون ده موجود في بيريود 3 جروب 0. تمام، من 2 اكزامبلز دول ممكن نعرف الاو موجود في انهي بلوك، الاس ولا البي ولا الدي ولا الاف هو الارجون؟ طبعا الموضوع بسيط، بنعرفها ازاي؟ ببص على الجروب والبيريود. طبعا اهم حاجه عندنا في الموضوع ده اللي هو جروب كام. تمام، لو عندي جروب 1 وجروب 2، 1A و2A دول بسموهم الاس بلوك. طب 3A 4A 5A 6A 7A 0 او ال 18 دول هيبقوا في البي بلوك. طبعا الدي بلوك والاف بلوك مش علينا في الكونفيجريشن دي. تمام، يبقى انا لو رجعت للاكسجين، الاكسجين ده في جروب 6A، يبقى 6A ده موجود في البي بلوك. طيب الارجون، الارجون ده عنده في جروب 18، يبقى ده موجود في بي بلوك. يبقى الاكسجين في البي بلوك والارجون برده موجود في البي بلوك. طب الصوديوم اللي احنا خدناه كنا احنا قلنا ان هو في جروب 1A، جروب 1A يبقى ده اس بلوك. ناخد اكزامبل تاني، الهيدروجين، الهيدروجين اتش، الاتوميك نمبر بتاعه 1. طبعا هو ما عندوش الا الكترون واحد، هنعمل له كونفيجريشن هيبقى الكي، والكي ده هياخد الكترون واحد، يبقى هو عنده كام ليفل؟ عنده ليفل واحد، يبقى ده في بيريود 1. تمام، طب وعنده 1 الكترون اوتر ليفل، يبقى ده جروب 1A، يبقى ده جروب كام؟ جروب 1A. طب نعرف نطلع هو موجود في انهي بلوك، الاس بلوك ولا البي بلوك؟ طبعا هو موجود في جروب 1A، 1A ده موجود فين؟ في الاس بلوك. يبقى 1A يبقى الاس بلوك، يبقى الاكسجين ده بي بلوك، الارجون بي بلوك، عرفناه منين؟ ان هو جروب 18. الهيدروجين ده جروب 1A، يبقى ده موجود فين؟ موجود في الاس بلوك. يبقى احنا عرفنا دلوقتي من الاتوميك نمبر ازاي نطلع ب
البوزيشن او اللوكيشن اوف ان اليمنت ان مودرن بيريودك تيبل. من الاتوميك نمبر ازاي اطلع مكانه في المودرن بيريودك تيبل؟ بمنتهى البساطه، اول حاجه بعمل كونفجريشن، بعد كده بعدي الليفلز، عنده كام ليفل، والنمبر اوف ليفلز دول هم نمبر البيريود نمبر. بعد كده ببص على الالكترونز في الاوتر ليفل واشوف عنده كام الكترون في الاوتر ليفل، والالكترونز اللي موجودين في اخر ليفل دول هم دول الجروب نمبر. وبعد كده لو انا عايز البلوك بتاعه، قلنا احنا في الحاله دي هناخد الاس بلوك او البي بلوك. لو هو جروب 1A او 2A يبقى ده اس بلوك، جروب 3A 4A 5A 6A 0 او 18 يبقى ده موجود في البي بلوك. دلوقتي عايزين نعكس بقى ان انا اديك اللوكيشن او البوزيشن بتاع الاليمنتس في المودرن بيريودك تيبل، ومنها اقول لك طلع لي الاتوميك نمبر. هنعكس، بدل ما اديك الاتوميك نمبر واللي هات لك هات اللوكيشن، لا هديك اللوكيشن واقول لك هات البريودك، هات الاتوميك نمبر. هنجيبها ازاي؟ تعال نشوف باكزامبلز. يجي لي الاكزامبل يقول لي فايند ذا اتوميك نمبر اوف ان اليمنت، فايند ذا اتوميك نمبر اوف ان اليمنت. اكزامبل هيقول لي الاكزامبل، انا عندي ان اليمنت لوكيتد ان بيريود 3 اند جروب 2a. يبقى انا عندي اليمنت موجود فين؟ في بيريود 3 وفي جروب 2a. تمام، هفترض ان الاليمنت ده اكس، يبقى احنا افترضنا ان الاليمنت ده هيبقى اكس. تمام، وبعد كده اشوف هو بيريود 3. بيريود 3 معناها ايه؟ ان هو عنده 3 ليفلز. يبقى انا من بيريود 3 طلعت ان هو 3 ليفلز. طبعا زي ما احنا عارفين الليفل الاولاني بياخد 2 والتاني بياخد 8 والتالت في الحاله دي هياخد 2 بقى. جبناها 2 منين؟ جبناها من الجروب، ان هو في جروب 2a يبقى هو عنده 2 الكترونز. بعد كده بجمع اللي هو 2 بلس 8 بلس 2، يبقى من هنا كده الاتوميك نمبر ايكوال كام؟ الاتوميك نمبر هيبقى ايكوال، من هنا هيكون الاتوميك نمبر ايكوال 12. ناخد اكزامبلز تاني، بيقول لي ان اليمنت لوكيتد ان بيريود 4 اند ان جروب 7a. برضه هفترض ان الاليمنت ده هيبقى اكس مثلا، وليكن اكس. طبعا هو موجود في بيريود 4، بيريود 4 معناها ان هو عنده 4 ليفلز اللي هم K L M N. ادي كده الفور ليفلز. بعد كده هبدا اوزع 2 8 8 7. عرفنا ال 7 منين؟ ان هو في جروب 7a، ويبقى من هنا كده الاتوميك نمبر ايكوال، هعمل 2 بلس 8 بلس 8 بلس 7 يبقى ايكوال 17. ناخد اكزامبل تاني، بيقول لي ان اليمنت لوكيتد ان بيريود 2 اند ان جروب 18. بيريود 2 معناها ان هو عنده 2 ليفلز، جروب 18 ناخد بالنا من الحته دي، جروب 18 ان هو موجود في النوبل جازز، والنوبل جازز احنا عارفين ان الاوتر ليفل از كومبليتلي فيلد وذ الكترون. يبدا نعمل البيريود 2 يبقى عنده 2 ليفلز، هيبقى 2 8. يبقى الاتوميك نمبر هيبقى ايكوال 18، ايكوال 10 سوري. يبقى الاتوميك نمبر ايكوال 10، يبقى الاتوميك نمبر ايكوال 10. يبقى احنا كده عرفنا الكلاسيفيكيشن اوف اليمنتس، عرفنا الكلاسيفيكيشن اوف اليمنت بالنسبه لمندليف على حسب الاتوميك نمبر، وبالنسبه لموزلي على حسب الاتوميك. يبقى احنا كده عرفنا الكلاسيفيكيشن اوف اليمنتس في اليمنتس بالنسبه لمندليف على حسب الاتوميك ويت، وبالنسبه لموزلي على حسب الاتوميك نمبر، وبالنسبه للمودرن بيريودك تيبل على حسب الاتوميك نمبر اند ذا واي اوف فيلينج اوف سب ليفلز وذ الكترون. بعد كده عرفنا البروبرتيز بتاع مندليف وبتاع موزلي وبتاع المودرن بيريودك تيبل، وتعلمنا ازاي اطلع الاليمنتس اللوكيشن بتاعه عن طريق الاتوميك نمبر كونفيجريشن، واعرف هو موجود في انهي بلوك، الاس بلوك ولا البي بلوك. وعرفنا برضو الـ العكس، ان انا يبقى مديني اللوكيشن بتاعه، ومن اللوكيشن اقدر اجيب الاتوميك نمبر. ويبقى كده احنا خلصنا ليسون 1. هسيب لكم في الديسكربشن تحت اللي هو اللينك بتاع الريفيجن واللينك بتاع بارت 1، وهسيب لكم لينك كمان، اللينك ده هتلاقوا فيه شيت ممكن نحمله على الجهاز عندنا ونطبعه ونذاكر منه. ولو عجبكم الفيديو متنساش لايك وشير سبسكرايب، واشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.